اختتمت أعمال الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، حيث تمت مناقشة 21 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك. نتابع. استعدادا للقمة العربية القادمة والتي ستعقد بالمملكة العربية السعودية، انطلقت فعاليات أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية ورئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ينعقد المجلس اليوم في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية، كذلك كوارث طبيعية شهدناها مؤخرا وفي ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تمر بها العديد من الدول العربية، ولا زالت المنطقة تتعافى أيضا من جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة، إلا أن ذلك كله لن يحول دون إطلاق العديد من المبادرات الهامة التي تمس حياة المواطن العربي. تم مناقشة عدة موضوعات، منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستثمار وتحديات الأمن الغذائي جراء الحرب الروسية الأوكرانية. وإننا مدعوون اليوم في ظل التحديات والمستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية وبالخصوص تداعيات الأزمات العالمية، ولا سيما الانكماش الاقتصادي والتضخم وتفاقم نسبة الفقر والبطالة وتراجع تدفقات الاستثمار، إلى الإسراع بتعزيز العمل العربي المشترك وبناء فضاء اقتصادي متكامل. تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الترابط بين الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية وخفض معدلات الفقر والبطالة من خلال مشروعات اقتصادية تنموية رائدة بين الدول العربية. يأتي هذا الاجتماع في ظل تحديات عديدة تشهدها الدول العربية على كافة المستويات وخاصة على المستوى الاقتصادي بسبب الحرب الأوكرانية، لذا يجب تكاتف كافة الجهود بين الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات العربية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.